السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معي في مطبخ سيما. في هذه الحلقة هذه غادي نقدم لكم نيوكات ديال الدجاج مرفوقين مع كروكيت ديال البطاطا بطريقة اللي هي سهلة عملية ومتميزة، وكيزي المذاق ديالهم هائل واكيد غيعجب وليداتكم وحتى نتوما. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، لانني ايضا خلال الفيديو غنعطيكم الطريقة الا بغيتوا تحتفظوا بهم في المجمد، يعني توجدوهم من قبل، سواء لي كروكي ديال البطاطا او ديال او النيوكات كيفاش توجدوهم من قبل وتحتفظوا بهم، يعني على حسب الوجبات المدرسيه للوليدات اللي كيديو معاهم الغداء. فما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، وصلوا معايا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، تقاسموه مع معارفكم مع اصدقائكم، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. نبداو بسم الله اولا بالوصفه ديال النيوكات. بالنسبه للنيوكات فاول حاجه غادي نبدا بها وكناخذ واحد الكميه من البابه ديال الخبز، يعني هذاك اللب اللي كيكون عندنا ديال الخبز كيكون رطب، وكنزيد عليه واحد جوج معالق ديال الحليب حتى ثلاثه حتى كيفزق ليا بهذه الطريقه هذه، وكنحاول معكم ندخل فيه هذاك الحليب جيدا حتى كيتلبس ليه بالحليب. عاد باش كناخذو كنزيدو على تقريبا انا هنايا عندي جوج صدوره ديال يعني صدر ديال الدجاجه كامل، يعني جوج صدوره الكميه ديالهم تقريبا ما بين 300 حتى 350 غرام. كنضيف عليها هذاك اللب اللي فزكت في الحليب، وغادي نضيف عليها ايضا القليل من الفلفل الاسود، يعني تقريبا نصف ملعقه صغيره، الملح على حسب الذوق تقريبا ما مقداره ملعقه صغيره، وملعقه متوسطه ديال الزنجبيل. الزنجبيل الا كان طري يكون افضل. كنضيف ايضا ملعقه كبيره من الموطارد اللي هو الخردل، مع ملعقه كبيره من الحامض او الخل ديال المنكه بنسمه الحامض. كندير كلشي في الخلاط الكهربائي وكنطحنهم جيدا حتى كنحصل عليهم بحال هكا على شكل كفته كتكون منسجمه والمكونات كلهم دخلوا في بعضياتهم، خاصها ما تكونش جاريه بزاف، يعني تكون على هذا القوام هذا. بالنسبه لكم الى شفتوها جاريه فكتدفوا لها واحد جوج المعالق حتى ثلاثه ديال الدقيق، كنبقى كنمعكها حتى كندخل فيها هذاك الدقيق، خاصها تكون كتلتصق في اليدين وليني ما تكونش جاريه. الا شفتوها جاريه فزيدوا ديروا لها زيدوا لها الدقيق حتى تولي لكم بهذا القوام هذا. من بعد كندوز باش نشكل لي نيوغات، فكندوز يديا في الزيت وكنشكل كره على هذا الشكل هذا، وكنلولبها بين يديا ونعطيها شكل بيضاوي، وكندوزها اولا في الدقيق جيدا حتى كتلبس ليا بالدقيق ونحيد منها الفائض. من بعد كندوزها في بيضه اللي هي مطربه، وفي الاخير كندوزها في الخبز المحمص اللي مطحون عندي على هذا الشكل هذا، وانا كنضيف ليه القليل من الزنجبيل مع القليل من الفلفل الاسود والملح باش كيجي هذاك الخبز حتى هو منسم. كنكرر نفس العمليه دائما، كنلولبها على شكل دائري بعد ما كنكون دوزت يديا في الزيت، وفي الاخير كنعطيها شكل بيضاوي. كندوزها في الدقيق ونحاول نحيد لنا الفائض، وندوزها في البيض وايضا نحيد لنا الفائض، وفي الاخير كندوزها في الخبز المحمص اللي قلت لكم نكهه زايده عليه القليل من الملح والقليل من الفلفل الاسود والزنجبيل. من بعد غنكرر نفس العمليه حتى نكمل الكميه ديالي كلها. ممكن لكم ايضا تحكموا في الحجم ديالها، يعني الا بغيتوهم كبار اولا بغيتهم صغار يعني على حسب الرغبه، انا درتهم كبار شويه. ومن بعد انا كيكونوا بحال هكا من بعد ما كنحطهم في الطبسيل حتى كنحطهم عاد باش كنضغط عليهم واحد شويه باش كنبسطهم. غادي نكمل بنفس الطريقه وندوزو باش نوجدوا الكروكي ديال البطاطا. بالنسبه للكروكي ديال البطاطا فانا عندي هنايا تقريبا ربعه ديال البطاطا تسلقتهم. من الافضل الا بغيتوا البنه تجيكم فيهم يجيو بنين بزاف، فمن الافضل تشويهم في الفران. انا فقط اختصارا للوقت سلقتهم، قشرتهم وعاد سلقتهم. من ممكن انكم تشويهم في الفران ومن بعد كتخرجوهم كتفرغوهم في الطبق، وعاد باش تكملوا لهم الطريقه ديال التحضير. فبالنسبه لطريقه التحضير كنشد البطاطا كنمعكها بالشوكه جيدا حتى كتمعك ليا، انا هنايا طحنتها مي كنفضل دائما معكها بالشوكه حتى كنحصل على بهذا القوام، وكتبقى شاده في راسها ماشي بحال الا طحنتوها كتولي بحال بيوري. المهم اننا من بعد ما كنطحنوها كنضيفوا لها 3 حتى 4 المعالق في 4 ديال البطاطا كبار، 3 حتى 4 المعالق ديال الزبده. من بعد ما كنضيف هذوك 3 ديال حتى 4 المعالق ديال الزبده كنحاول نحرك، وهي البطاطا سخونه يعني هاد المسائل كلها درتها البطاطا عندي سخونه، فهاديك السخونيه كتذوب لي الزبده.
بعد ما كدوب لي الزبده تماما كنضيف الملح، كنضيف الفلفل الاسود نص ملعقه صغيره والملح على حسب الذوق، وكنضيف القليل من جوز الطيب اللي ما كيبغيهاش يمكن انه يستغني عليها. من بعد كنضيف الصفار ديال البيضتين والبياض ديال هذوك الجبيضات، غادي نحتفظ به جانبا لاننا غنستخدمه في فيما بعد. فكنحرك جيدا حتى كندخل هذاك البيض مع التوابل في البطاطا ديالي وتلبس ليا جيدا. كناخذ واحد الطبق اللي كنكون غطيته بالبلاستيك، وكناخذ هذاك الحشوه ديالي كنديرها في جيب الحلواني ديال البطاطا، وكنبدا كنشكلها بهذا الشكل. هذا كنشكلها على شكل قضبان، حاولوا ديروهم يعني ما ديروهمش متقاربين لانهم يقدروا يلتصقوا لكم، يعني ديروا بين الحربول والحربول ديروا واحد المسافه. من بعد كندخلهم المجمد حتى كيجمدوا كيتماسكوا على هذا الشكل. هذا كيتماسكوا كنخرجوهم، كنقطعوهم بالاحجام اللي يكونوا متساويين، ومن بعد كندوزوهم في الدقيق، كندوزوهم في بياض البيض، وفي الاخير كندوزوهم في الكميه اللي كانت بقات لينا ديال الخبز المحمص. كنكرر نفس العمليه دائما، كندوز في الدقيق، كندوز في بياض البيض، وفي الاخير كندوز في لا شابليور اللي هي الخبز المحمص اللي كيكون عندي مطحون. غنكرر نفس العمليه حتى نكمل الكميه ديالي كلها. ودائما ملي كنكمل الكميه كنديرها في الطبق وكنحتفظ بها. انا هنايا من بعد ما كملت الكميه ديالي كلها ديال النوغات مع الكروكه ديال البطاطا، يمكن لكم انكم الا بغيتو تجمدوهم تدخلوهم بهذه الطريقه. هذه هما مفرشين في الطبق هكا 90 وتدخلوهم تجمدوهم في المجمد حتى يجمدوا يبسوا جيدا واحد ساعتين. من بعد كتخرجوهم وكتجمعوهم في علبه اولا كتجمعوهم في البلاستيك. في وسط الاسبوع كتجبدوا غير الكميه اللي بغيتو تطيبوها والباقي كيبقى عندكم في العلبه، وما كيتلاصقوش بهذه الطريقه على بعضياتهم وكيبقاو مفروقين. انا غادي ندوز باش نطيب الكميه اللي غادي نطيبها الغدا. فانا عندي هنا الزيت ساخن، الناس اللي ما بغاوش يديروها في الزيت ممكن انكم تطيبوها في الفرن، يعني نفس المبدا، غتدخلوهم الفرن مسخن على 180 حتى 170 180 وتخليهم حتى يتحمروا ويطيبوا. انا غادي نخلي غندا بالكروكي ديال البطاطا، الزيت تكون عندي سخونه كنوضعها وكنقص على دائما نار متوسطه باش ما يتحرقش ليا الزيت، وكنقليهم حتى كيتذهب ليهم اللون ديالهم. ما نحاولوا ما نحركهمش في الاول حتى كنشوفوهم شدوا في راسهم، عاد باش ديك الساعه كنحركوهم. ومنين كيتحمروا لينا فكنحيدوهم من الطبق وكنوضعوهم جانبا وندوزو باش نقليو النوكات ديال الدجاج. فالنوكات ديال الدجاج تهما بنفس الطريقه، كنوضع الكميه ديالي في زيت اللي هي تكون ساخنه على نار متوسطه وكنقص النار جيدا باش يطيبوا ليا. انا هنايا ما غرقتهمش في الزيت، درتهم في مقلاه اللي هي يعني واسعه، والزيت وصل لهم غير النصف ديالهم باش هكا يطيبوا مزيان وكياخذوا الوقت ديالهم في الطياب. وكنبقى كنقلبهم حتى كيتحمروا ليا وكيطيبوا جيدا من الجهتين. هم دائما منين يطيبوا لينا فكنديرهم في ورق نشاف اولا في شي شبيكه حتى كيتسقطروا لينا من الزيت، عاد باش اصلا هما هاد النوكات هادو الدجاج ما كيجيوش شاربين الزيت وكيجيو رائعين مقرمشين من برا وكيجيو طريين من الداخل. كنصحكم انكم تجربوهم صراحه. وبالنسبه للناس اللي ما كيبغوش القليان فممكن انكم تطيبوهم في الفران، رغم انه القليان ما عليش ان الواحد يدير ولو غير مره في الشهر، لان يعني الوليدات كيبغيو هاد الوجبات ومني كنخرجوا كنشريوهم على برا، فمن الافضل نصيبوهم اليوم في الدار هكا غنفرحوهم ونكونوا عطيناهم شي حاجه نقيه يعني مصايبين على يدينا. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. دائما الى عجبكم ما تبخلوش عليا بالبارطاج مع معارفكم مع اصدقائكم، ضغطوا زر الاعجاب وخليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، وايضا الاقتراحات ديالكم اللي بغيتوني ندرجها لكم عما قريب. وكنشكركم بزاف بزاف دائما على تشجيعاتكم ليا وعلى كلمات طيبه اللي كتخليو لي في التعليقات. وإلا كنتو باقي ما انضميتوش للقناة فما عليكم إلا ضغطوا زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصل بجديد القناة بحول الله. خليت لكم الراحة، إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.